مناورة سياسية لبعض الكتل داخل قبة البرلمان تسعى من خلالها لتأجيل موعد الانتخابات بداعي عدم الجهوزية، في وقت تؤكد فيه الحكومة والمفوضية العليا استعداداتها التامة لإجراء الانتخابات النيابية والمحلية. أعتقد هو تأجيل الانتخابات ممكن أن يدخل العملية السياسية في فراغ دستوري، وكذلك يدفع باتجاه أن يتوقف الدستور وأن يحل البرلمان، وكذلك ممكن أن يوقف الحكومة المركزية باتخاذ كل الإجراءات، وبالتالي هذه عملية تجميد العملية السياسية وكذلك سلب الحكومة المركزية من كامل صلاحياتها بعد أن يتم التأجيل. ممكن أن يتجه باتجاه أن يكون هنالك حكومة طوارئ، وهذه الحكومة الطوارئ هي مسلوبة الصلاحيات. أعتقد أن الكتل البرلمانية تحاول أن تعمل بعض المناورات من أجل تأجيل الانتخابات، مثل موضوع الموازنة التي تقرها في رأس الوزراء ثم تعترض عليها في البرلمان، وموضوع الانتخابات وتوقيتات دستورية لا يمكن تجاوزها، وأخيرا أفتت المحكمة الدستورية بأنه لا يمكن تأجيل الانتخابات تحت أي مبرر. اعتراض بعض الكتل السياسية بذا رائعة يصفها من يراقب المشهد السياسي بأنها لا تتوافق مع الدستور، الأمر الذي دفع برئاسة البرلمان تشكيل لجان قانونية تنظر بالمقترحات على أن ترفع تقريرها خلال اليومين المقبلين. لابد أن يكون هناك مصادقة على هذا الموعد من مجلس النواب، ومن ثم قراره ومصادقته من رئاسة الجمهورية، وبالتالي الآن الكرة في ملعب مجلس النواب، ونعرف جيدا أن مجلس النواب متكون من عدة كتل وأحزاب سياسية، وهذه لها حقيقة طموحات، وأيضا لها في مرحلة بناء تحالفات قادمة، وبالتالي الآن هذه الكتل تعمل كلها على استغلال ما تبقى من هذا عمر البرلمان، وأيضا القوانين المطروحة على جدول أعماله، خصوصا الموازنة وقرار قانون انتخابات مجلس النواب. يشار إلى أن جدول أعمال الأسبوع المقبل للبرلمان سيشهد إدراج تعديل قانون الانتخابات من أجل التصويت عليه، لا سيما وأن الوقت بدأ بالعد التنازلي، الأمر الذي يوجب على الكتل الانتهاء من هذا الملف بأسرع وقت ممكن. أرشد الحاكم، قناة الرشيد.